يسعدني ويشرفني النهاردة أن أكون متواجد معكم للإعلان عن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى اللي بتعتبر بكل المقاييس هي أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، وهي الخاصة بمشروع تنمية منطقة أو مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر. والحقيقة يمكن أنا عايز أتكلم على هذا الموضوع عشان نضع كل الأمور في نصابها. تنمية رأس الحكمة بتأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052 اللي وضعته الدولة واللي الدولة بتنفذه منذ بدء تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وهو شغال على هذا المشروع العملاق، مشروع تنمية مصر كلها وخلق وإنشاء الجمهورية الجديدة.